من بين جميع أسرار العالم الكبرى، هل تعتقد أن طية منديل هابسبرغ هو سر الحكومة العليا في النمسا؟ حسنا، قد يبدو الأمر مضحكا ولكنه حقيقي، ففي النمسا طية منديل هابسبرغ هو عمل ملكي بامتياز، ينطوي على مبادئ توجيهية سرية حول كيفية طي المنديل. تم استخدام الطية الخاصة في الطاولات الملكية بالملوك النمساويين المجريين، والحقيقة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن الكثيرين حاولوا طيها وتجريبها ولكنهم فشلوا. في الواقع لا توجد إرشادات مكتوبة في أي مكان في العالم حول كيفية طيها، وعملية طي المنديل هابسبرغ تشمل الكثير من الإجراءات التي لا يعرفها سوى مسؤولون حكوميون قليلون موثوق بهم بشكل جيد. يقسم هؤلاء الناس بأن التصميم سيبقى سرا للدولة النمساوية، ولكن لماذا تبقي الدولة النمساوية ذاك سرا؟ تقول الشائعات أن هذا الأمر يخص الثقافة الملكية التي من المفترض أن تبقى سرية إلى الأبد، لذلك يعتبر من أسرار العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.